أكدت الحكومة أنها تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. يأتي هذا على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازية، ما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطن مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتي تعد الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين.